أضفت لمجموعة الكتب القديمة اللي بمتلكها كتاب من سنة 26، صاحبته جانيت كلارك. طبعا أنا معرفهاش، بس هي كتبت تاريخ فوق الكتاب. أنا بحب الكتب القديمة وبتساءل يا ترى اللي هيشتري كتبي في يوم من الأيام هيفكر فيا إزاي، ولا مش هيفكر فيا أصلا. أنا فكرت في صاحبة الكتاب وفكرت كانت عايشة حياتها ازاي، ويا ترى استمتعت بالكتاب ولا لا. بس بصراحة مش قادرة امسكه اصلا خالص، حاسة انه هيتفرفط في ايديا. بعد يوم شاق جدا من الاشغال المنزلية الشاقة، قررنا ان احنا نروح السينما، ولأول مرة نكتشف إن في سينما جنبنا على بعد 700 متر. تخيلوا، مع إننا في المكان ده بقالنا كتير بس ما كناش نعرف. سبحان الله. فشوفنا لقينا فيها أفلام لطيفة، فقررنا إن إحنا النهاردة نروح نقضي وقت لطيف في السينما. عم ندخل ونشوف الوضع ايه. انت جيت هنا؟ هنا ده صح؟ يعني اوكي. لا في في ترابيزة. بابا ارتاحك. ليه؟ عشان واحدة كانت موضوع، وحتى في الفاتسي برضه زي ما إذا كان موضوع. باش 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 Thank you.
ايه توتة؟ انت كنتي قاعدة مستنيانة؟ انت غضبانة؟ ولا جعانة؟ لا دي ولا هممها اي حاجة. تعالي ناكل يا يلا نجيب اكل طيب. ها؟ هتاكلي دلوقتي.